برزنتيشن او المتحده للرياضه حاليا الوافد الجديد دي شركات الاستثمار الرياضي. احنا يمكن السنه دي الاستثمار الرياضي من خلال الشركتين دول بس سواء بالاستثمار مباشر او غير مباشر احنا تخطينا يمكن 1.2 مليار جنيه في سواء شراء حقوق تلفزيونيه او بيع رعايات للانديه الكبرى والاتحادات المصريه او ان احنا نعمل احداث رياضيه كبيره داخل جمهوريه مصر العربيه. بالنسبه لشركه استادات احنا الحمد لله يمكن في الفتره اللي فاتت خلال السنتين اللي فاتوا قدرنا ان احنا نفتتح اكثر من 8 انديه في محافظات مختلفه. انديه سيتي كلوب في فترة كانت قليلة جدا حتى في ظل التحديات الاقتصادية الموجودة، وإن شاء الله بإذن الله مكملين إن في منتصف 2024 نوصل دي إن شاء الله بإذن الله 15 طالب. إحنا مطلوب في السوق الرياضي المصري، يمكن الفترة دي ممكن ما تبقاش من أفضل الفترات بالنسبة للرياضة المصرية أو الكرة المصرية بشكل خاص يعني في نتائج أو كده، لكن الناس بتحاول وبتجتهد وبتشتغل إن هي تعمل حاجة كويسة. وزارة الرياضة بتهتم بالموضوع، المؤتمرات بشكل كبير، اللجنة الأولمبية كذلك، الجامعة الأمريكية برضو إحنا عاملين معها تعاون في النادي الأهلي في الناحية التعليمية وشهادات الإدارة الرياضية في الناحية التعليمية في الجزء الرياضي يعني. فأعتقد إن ده مطلوب جدا الفترة اللي جاية بالنسبة للشباب الصغيرين، يبقى في توعية، يبقى في تواصل مع الأجيال. الناس زي ما شوفنا مثلا الندوة من شوية كان فيها فريد عثمان وكان فيها أكتر من حد من الأبطال الرياضيين بيناقشوا أفكارهم للشباب الصغيرين، فنبدأ يبقى في بينهم تواصل. أعتقد الموضوع ده مفيد، وزي ما أنت قلتي ده الأول من نوعه، فالأول من نوعه طبعا يعني ممكن يبقى في أول مرة الموضوع ما يطلعش بالصورة اللي هي 100%، لكن أعتقد أنها بداية كويسة جدا، ولازم يكون عندنا منتديات كتير بالشكل ده. هو ده النادي الأهلي ما بتأخرش عن كده دايما، وإحنا ده سياستنا في النادي الأهلي ومجلس إدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب. دايما السياسة بتاعتنا أن إحنا يعني مش جزء مهم، إحنا يمكن يعني الحمد لله مش غرور، بس إحنا أهم جزء في المنظومة الرياضية المصرية بتاريخ النادي الأهلي وأرقام النادي الأهلي، فبالتالي لازم نكون متواجدين في خدمة أي شيء هيفيد الرياضة المصرية وهيفيد بلدنا. لازم نكون متواجدين. معالي الوزير العامري فاروق طبعا رئيس النادي شخصية منظمة مجتهدة، دايما بنحب إن إحنا نسمع كل جديد ونطلع على كل جديد ويفي بينا تواصل وننقل كمان خبراتنا للآخرين، ويكون في لغه حوار ويكون في ورش عمل زي اللي موجوده جوه دلوقتي. فلا طبعا النادي الاهلي دوره اساسي في يعني في اي حاجه من هذا الشكل. طبعا ابطال رياضيين في مصر النادي الاهلي يعتبر يعني كان دايما الحسابات بالارقام يعني ان احنا 75% تقريبا من قوام المنتخبات الوطنيه في كل الالعاب من النادي الاهلي، فطبيعي طبعا هنلاقي جانا فاروق موجوده جوه، طبعا بطل اولمبيه عالميه، فلا طبعا ده بيكون مفيد جدا كمان وبيبقى مصدر الهام يعني لاي شباب لسه بادئين يعني في الحياه الرياضيه. شايف انه حاجه مهمه جدا ايجيبت اثليت فورم ده النسخه الاولى، اتمنى انها تستمر كل سنه، وهي معموله للرياضيين، هي معموله للرياضيين والشباب لمناقشه مشاكلهم ايه المطلوب. النهارده يمكن الستيك هولدرز النهارده حاجه اكثر من رائعه، ابطال اولمبيين، ابطال بارالمبيين، ولاد وبنات، مؤسسات كبرى بتدعم في الرياضه، اللجنه الاولمبيه الدوليه موجوده، الوورلد اولمبيانز اسوسيشن موجوده، فيعني يعني وزاره الشباب والرياضه موجوده، فكل الناس المهتمه بالرياضه موجوده. فرصه انهم يسالوهم يشوفوا المشاكل كانت ايه، الحلول كانت ايه، الرياضيين دول بيحلوا مشاكلهم ازاي، ايه الحاجات اللي لسه قائمه، هنطلع بتوصيات شكلها ايه، هل هتعرف تنفذ على ارض الواقع عشان السنه الجايه لما نعمل فورم تاني يبقى نفذنا بعض حلينا بعض المشاكل اللي موجوده للرياضيين، وان شاء الله يعني ده يساعد جميع رياضيين مصر انهم يؤدوا اداء كويس. المنتدى دوت يعتبر اول نسخه ليه، ان احنا بنجيب كل المتخصصين في جميع المجالات اللي ليها علاقه بالرياضه، سواء منتل، سواء ويل بينج، سواء تسويق، سواء استثمار رياضي، سواء اللاعبين نفسهم ومشاكلهم ايه وايه اللي بتواجههم. فصراحه الحدث كان طويل، احنا تقريبا بقالنا 3 شهور بنعد ليه. الموضوع ما جاش صدفه، احنا كنا حاولنا من سنتين تقريبا عملنا المنتدى دوت بس كان خاص للاولمبيين والدوليين فقط. كنا عايزين نفيد او ندي زي اديوكيشنال للعيبه، فالمره دي لا احنا
كبرنا السكوب شوية. دلوقتي أولياء أمور، في مدربين، في ناس أصحاب مثلا حتى أكاديميات موجودين وحابين إن هم يتعلموا، وهي دي كانت أهم حاجة. أنا كبطلة مثلا بطلة عالم وأولمبية حسيت إن في مشاكل كتير، وكانت أول حاجة هي الثقافة الرياضية دي بتقابلنا. الناس مش فاهمة، سواء مدرس سواء دكتور في الجامعة سواء ولي أمر، هم مش فاهمين إزاي يتعاملوا مع الرياضي أو يتعاملوا مع اللاعب سواء كان ابنهم أو طالب عندهم في الجامعة أو في المدرسة. فهي دي الفكرة عامة بتاعت المنتدى. إن شاء الله المفروض إن احنا هنخلص وهناخد المين توبكس أو المشاكل اللي بتقابل الرياضة من جميع الاتجاهات، وإن شاء الله النسخة التانية هتكون بتغطي جميع النقاط. إحنا أوريدي وإحنا قاعدين بناخد النقط، اللعيبة عايزة إيه، حتى إحنا بنتكلم إن الرياضة هي زي مثلث، هو اللاعب والبيت والاتحاد. الاتحاد لازم تكون فيه منظومة متكاملة، مش مدرب بس، لا ده لازم يكون فيه مينتال كوتش، لازم يكون فيه نيوتريشن، لازم يكون فيها السبلمنتس، لازم يكون فيه الهيلث، حتى إن إحنا النوم، طريقة النوم بتاعت اللاعب بتفرق مع النتائج بتاعته. كانت البانل كانت بعنوان اللي احنا كنا بنتكلم فيها، اللي هي what do athletes need، الاحتياجات اللي هو اي رياضي بيبقى محتاجها عشان يقدر يأدي بشكل كويس في التمارين وفي البطولات عامة. واتكلمنا في نقطة الاسبونسرز، واتكلمنا في نقطة اللي احنا محتاجينه ايه من الاسبونسرز او كمان من الشركات اللي هي الوطنية هنا في مصر، ان احنا محتاجين دعم اكبر عشان نقدر نوصل، لان احنا نقدر نجيب ميداليات اكتر في الاولمبيكس اللي جايه. والله انا مبسوطه جدا ان في حاجه زي كده اتعملت، لان احنا كرياضيين على مدار بقى تاريخنا في الرياضه بنواجه مشاكل كتير وصعوبات كتير وحاجات كتير الناس ما بتعرفش عنها حاجه او ما بتسمعش عنها حاجه، هم دايما بيشوفوا الجزء الاخراني، يا اما احنا جايبين ميداليه يا اما ربنا ما قررش وما حصلش ان احنا حققنا نتيجه، بس ما بيعيشوش معانا الكواليس، ما بيشوفوش ايه اللي بيحصل، ايه اللي ممكن نتعرض له، ايه الصعوبات اللي فعلا بنبقى بنحاول ان احنا نتخطاها، ويا اما بنعرف يا اما ما بنعرفش. فشايف النهارده فرصه كويسه قوي الناس كلها تسمع وتشوف الجزء ده. يعني هو بصراحه انا مبسوطه قوي ان في ايفنت كده، دي بيكون ايفنت مهم جدا للرياضيين كلهم، وحتى الناس كلها تبقى عارفه ان الرياضيين عامه بيمروا يعني بصعوبات كتيره قوي، ففي بقى ups and downs، مشوارنا بيبقى طويل وصعب، فيكون في ايفنت ان احنا نتكلم على ده وحتى نحاول ننسباير نلهم الناس التانيه ان هم يكملوا في مشوار الرياضه ده، بصراحه حاجه مهمه جدا. هو اكيد يوم جميل ويعني مبشر بالخير ان شاء الله، يعني ان الناس بتفكر في الالعاب الفرديه وازاي يطوروها وازاي يقدروا يعملوا ابطال اكتر واكتر منها. نوعا ما او وجهه نظرا الشخصيه ان كان دايما الاغلبيه بتبقى اجتهاد شخصي، وان يبقى عندنا ابطال دوليين او اولمبيين بيبقى اغلبها اجتهاد شخصي بمساعده بعض الانديه، انما لو مشينا بنفس الكلام اللي بيتقال هنا ان شاء الله ممكن نقدر نعمل انجازات اكتر وابطال اكتر وناس كتير تقدر يعني تاخد ميداليات اولمبيه، وده حلمنا الكبير يعني.